قال عن أبي بكر بن عياش، أبو بكر ابن عياش، لا نعرف ابن عياش. قال الذهبي الفقيه المحدث شيخ الإسلام بقية الأعلام في الجزء الثامن صفحة 95 و400، قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت الأخطاء والبدع والمنكرات والشركيات والمحرمات لم يتوجه إلى أي شيء منها، فهو صافي. تنظر، هل عنده بدع؟ لا يوجد. هل عنده محرمات؟ لا يوجد. هل عنده شركيات؟ لا يوجد. هل يطبق السنة؟ نعم. هل يسير على السنة؟ نعم. هذا هو السني. رقم 55 عن ابن المبارك. ابن المبارك ماذا قال عنه الذهبي عن عبد الله بن المبارك؟ قال الإمام، انظر، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه أمير الأتقياء في وقته، إلى أن قال الحافظ الغازي أحد الأعلام في الجزء الثامن صفحة 79 و300، وكما قال ابن حجر: مجمع الخير، مجمع خصال الخير في عبد الله بن المبارك. ماذا تريد من صفة خير؟ بإذن الله تجدها في عبد الله بن المبارك. ماذا يقول؟ قال: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. هو هذا ابن عياش هو الذي كان يوضح للناس السنة ويدعوهم إليها ويحثهم على اتباعها. رقم 56، قال: كنا عند سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الإمام، قال الذهبي الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام، الجزء الثامن صفحة 54 و400، قال: فنعي إليه الدروردي، وصل له خبر موت الدروردي. من الدروردي؟ قال الذهبي: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الإمام العالم المحدث أبو محمد الجهني مولاهم المدني الدروردي، في الجزء الثامن صفحة 66 و300. فعندما وصل الخبر إلى سفيان بن عيينة فجزعه وأظهر الجزع، لكنه لم يكن قد مات. يعني هو وصل الخبر لكن تبين إيش؟ لا، هو لم يموت بعد. فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا. إمليح لما مات، إذا وصلك الخبر إنه ما، بعدين تبين إنه ما مات وصار فيه كل اللي صار، ظهر في وجهك وفي سلوكياتك وفي مظهرك، فكيف لو وصلك خبر موت عالم من علماء السنة؟ فماذا أجاب؟ قال: إنه من أهل السنة، لأن أهل السنة غرباء قلة.